السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل إعادة تدوير لعلبة الشامبو، هنعمل منها بازة. طبعا دي علبة شامبو قديمة، طبعا شايفين شكلها عامل ازاي، متبهدل خالص. وهستخدم هنا جبير أي شكل متاح بالنسبة لك، ده جبير المتر منه تقريبا ب15 جنيه. لو عايزة تستخدمي دانتيل اللي هو سعره بيكون أقل شوية ممكن تستخدميه، بس هنعمل فازة شكلها حلو جدا وهيكون النتيجة حلوة بإذن الله وهترضيكوا. أول حاجة هعملها هشيل الاستيكر ده وهحاول أغسلها كويس. الاستيكر اللي كان عليها هجيب بقى الجبير وهبتدي أعمل الحرف بتاعه كده بالولاع، بس عشان ما يبقى شكله منسل أو مش مظبوط، بس كده كفاية. وهبتدي أثبته بالشكل ده على الإزازة، هثبته بمسدس الشمع. ميزة البلاستيك ده وحلاوته ان هو تقيل، بيستحمل الشمع او بيستحمل الشغل، وكمان بيدي نتيجة حلوة كمان في الاخر. هبتدي اثبت كده. ثبت كده جبير من تحت ومن فوق في الازازه. هبتدي بقى اجيب باقي الجبير ده وهفرغ الوردات الصغيره اللي موجوده جواه، اللي هي الوردات دي. هستخدم بقى لكي لامع ابيض واحط عليه لون جي ال سي، الالوان اللي هي بتتباع اللي هي المركزه دي، ده لون اصفر جملي. هحط منه شويه على اللاكي وهضربهم لحد ما اوصل لدرجه اللون اللي انا عايزاها. انا عايزاه يكون غامق، فهفضل ازود لحد ما اوصل للدرجه اللي انا عايزاها. تمام، اهو هبتدي طبعا ادهن الازازه كلها او هدهن البازه كلها بسفنجه او بفرشه، اي حاجة متاحة بالنسبة لك اعملي بيها. بعد ما نشف معانا الجزء الاولاني،
حتة كده من الاسترس على الازازة من فوق، وهبتدي اجيب شوية من اللون اللي احنا دهنا بيه ده، اصفر جملي. اللون ده اصفر جملي طبعا، انا هستخدمه من غير ما اخففه ولا احط عليه اي لون تاني، وهبتدي ازين كده او ادهن الاجزاء اللي هي بتاعة الجبير اللي احنا حطيناه. طبعا اللون ده كده هيكون اغمق، انا عايزة ادهن بس الاجزاء بتاعة الجبير، مش عايزة ادهن الازازة كلها. وطبعا هدهن الجزء بتاع الاسترس اللي من فوق، وهستخدم السفنجة عشان خاطر بعد ما اخلص شغل بيها ارميها. بدهنها كده عن طريق الطبطبة بالشكل ده، بعد ما الوش التاني ينشف معايا هبتدي استخدم اي فصوص او خرز كده للتزيين عشان تنطق اللون اللي فيها. هبتدي اثبتها بالشمع، كيس الخرز دوت مش غالي، سعره رخيص يعني، مش تقريبا انا كنت جايباه ب5 جنيه، وكان فيه اشكال كتيرة، ونقي بقى انت الاشكال اللي هتناسب مع الحاجة اللي انت بتعمليها. وهبتدي يعني احط الخرز كده بشكل عشوائي على البازة، وتبقى كده خلصت معانا. تقدري بقى تجيبي لها اي ورد مجفف، او تعملي لها الورد اللي هو بالفوم، برضو طريقته سهلة، وهتلاقوها على القناة كنت عاملاها معاكم قبل كده.